كيف يمكن لقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال المساهمة في خلق الثروة وفتح مناصب عمل جديدة للشباب؟ موش 50 مليار ممكن ندخلوا 100 مليار، خلينا من البترول هذا نساوه. لما نشوف مثال جوجل هذا العام شرا 11000 براءة اختراع. هل عندنا الوسائل والإمكانيات والإدارة والإرادة والاستراتيجية باش 2014 عنده بينيفيس يعني أرباح تاع 14 مليار دولار. مارشي تاع ترونسبور كانوا 1000 يتقاسموه راح يعودوا 1000 واحد. بوسيبيليتي لي مويان باش ديفلوبي باش تخدم. هل بات هذا القطاع احد اهم اولويات الحكومه؟ اذا كان القانون تماشى معه. اذا ربحنا في التنافسيه نزيد نربح ايضا في القدرات نتاعنا نتاع التصدير. تخطيط على 5 ولا 10 سنوات كيما نكونش رؤي. معناتها باللي ما تقدرش تقلع اذا ما كان شبكه في امريكا في استراليا يعني ما يسحقش باش يتنقل باش ينتج. هذه الأسئلة وأخرى نطرحها اليوم على طاولة النقاش.